الصومالي وح يقص المهر السلطان وح وح ما ذو هنا يقص لها من وح يقص لوا قصنا والله لوا قصنا تاني وانا لش هذا جاء أي كنا شهاي هوي فرتون إبراهيم آذن أو هوي صومالياد أو دروفان أولاد إيو مدعا في ماد إنتوبا أي كوهيسة مغالا دا أنكرا إي عاصمة دا دالكا تركيغا هويدا صومالياد أو هيسة اللي حرورا هيا وحاقيب كميدا حبنا هيدا أي كوي دي علاده سوكي إي دالكا كدعي وحاين نافك نغطي أرقا إيادو سيدو كلاك دحاشي إن ديبا طولين عا هذا الكاية يسو وجهدو إيو إن أي أونقلاتو عذرة ديرا ده تقول لقل لها وح عرقوه طب الله وحل مول أبو المهيب عنق القف حلو صلا يالا بيكا الناس يعني بذوين عيال استعمالا إيادا ثال استعمال حتى عنق وحل مقام سكين هل حمروتو في سكين هل بحا يكون في السمقل وزلقان وفيحلاي hoy fortunoon hoygeeda ku booqday ayaa waxaan si la mid ah halkaas ku kulmay laba ka mid ah caruurteeda oo iyaguna aad u la ildaran cudurada neerfaha iyo maskaxda waxaan caruurtaan oo ay da'doodu kala tahay 8 jir iyo 4 jir ay wajahayaan xaalada caafimaad kuwa oo xaaladahooda caafimaad wax looga qaban waayay gudaha dalka taasi oo sababtay in qoyskan Soomaaliyeed ay soo miciin bidaan dalka Turkiga si ay ula tacaalaan xaaladaha caafimaad ee ubadkooda balse duruufaha nololeed ayaa u diiday in qoyskani ay gaaraan xarumaha caafimaad ee dalka Turkiga waatan fartoone Ibrahim Aadan oo ka sheekeynaysa xaaladaha nololeed ee ay ku nooshahay iyo sidoo kale xaaladaha caafimaad ee ubadkeeda intuba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo la xaruntaa oo dadka ku kulmayo alxamdulillaah la wada cunuga la xaluusan anaga Soomaali magaalada saxmad iga dhacday qofna faadahay الحمد لله قول قناك وحصا مالا ملقى عنقان انا اذا حنوصل عنقان اذا حنوصل هاي انا قلوان حنوصل هاي ملقى قلت يا رسول الله ملقى حسنين اقتل ونهلقان ملقى ثاولي وهنين الماء سلقان من مقاسلين وحر ثاولي سلقان اقو قول قناك ملقى من الاليرا لنسجل هاي وعالقل اه الحمد لله والله يا الصومالي عاوي المان عمي صلاح القامل اسم القامل قيل سكر القمر ومهاج خوي لنقف صمول اواء المكال عام الله وصير ايه مرقو صومالي العامي مرقو قانجو كل عام لانا نبقى هم 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 عروف ما حكول عاي هوي عروف نوشرا ما حكول عاي انه قامل اصو أصو ناش على إنسو علاي وحي إنسو أميلاي لكن يقول لهم اسم قال أيام قيمة حالة مستحدة أيام إيها نلقى صومال وحي لو قمت قبطره من ذا أفر ثاني أيام فايها كان واقل علي وكان صار واقل على الله كل كيا مستحدة من أيها يا الله كان نير بي قوايا الله لكن نلقى كل كيا مالي وحي عرقو هيسطة لما لها لما نلقم هيسطة لما ننزام نلقم هيسطة لكا الحمد لله كل يا كل ثاني يا لا فضل بل وحمل فانا وهايا نقول يا كنت قال حق انا من غرغار المحال انا حتى غرغار يا ما هل قال وحال ما هل ولا يا وحي قبط من فوق على المال كنت انا كل من كذا ولا لي حد نلقى لعرف ظروف الفائده هذه ولا يا من اسم الطال مركز فضال في الولان جيدا اسم الطال حكو جيدا اسم الطال حكو جيدا مهي سمعات كل قنال والله مهي سمعات اسم الطال حكو جيدا مهي كان طلعوير الله عارف اسم الطال حكو جيدا سكر مهي سمعات اسم الطال ايه هقولي هل كل حفلات كده
qaar ka mid ah muxsiniinta iyo culimadiinka Soomaaliyeed ayaa iyaguna baaq u diray ummadda Soomaaliyeed, waxayna ku codsadeen in la garab istaago qoyskan Soomaaliyeed ee marxaladda adag ku jira. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى. إلهي وحوله مسلمين وناق اسكو كالمية نبينا صلى الله عليه وسلم وحوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسلمين تو ميل والبدون كي كتشوغان با لا إله إلا الله مرهدو قفك يلاهدو وإسلام ماذا كو لا لوبانا ما إسلام ما أكرر شو مسلمين تو أولالو واتشركا غيب كم إذا فرطا أما عددا هديكو حانونتو هبين كمسيحا كرتيد سيداسو إلهي كتل ما ميددك مسلمين تا آيات دا قرآن كا iya hadiid kaasi aad arkaysaan waxay hordhac u tahay dhibaatadu adduunyadu waa daarul imtixaan wal ibtilaa wal ikhtibaar adduunyadu waa meel la isku imtixaamo maanta aad hadal caafimaad qabto maanta haday awlaadaadu caafimaad kugu haystaan maanta haddaad arsaaqadaad cunto haysato hadday hurdo macaan aad haysato in baan intaasoo dhan haysanin walaalyaal maantana waxaan erge ka ahay oon dadka muslimiinta ee doonaya in aan ugu gacan haadiyo aana idinkaga bartay baarinimada walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaa jirta gabar Soomaaliyeed oo Ankara degan oo aad u rafaadsan run ahaantii ayada iyo ilmaheedaba Ilaahay baana kurbada faa'iide ah gabadha waxa la yiraahdo Fartuun Ibrahim Aadam xabad ba isha kaga dhacday ilaa ishii gudaha intay gashay ay cunaha si martay oo intaas oo isu duleelisay taasi waxa weeyaan waa ayada arin ku saabsan weeye sidoo kale lix caruur ay leedahay lixda laba kamida waa baralays walaalayaal haddaba waxaan erga maanta mar labaad ka nahay walaalayaal gabadhaasi muslimada ah waxaad ku tari kartaan ood ku caawin kartaan halla ku kalsoonaada xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam maa naqasa maalun min sadaqa sadaqada xoolahaagu marna sadaqadu ma nusqaaminayso nabiguna uu yidhi sallallahu alayhi wasallam man faraja can muslimin kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qof muslim waa qofki kurbo ka fayda ilaahay baa kurbooyin badan maalinta qiyaamo iyo adduunyadaba kaa faydi doona marka walaalayaal gabadha muslimada ah gacantiina usoo taaga jeebkiinana gacanta u geliya man laa yarxam laa yurxam qofka naxariisanin looma naxariisa ayuu nabigu yidhi sallallahu calayhi waali wasalam wabilaahi towfiq waxba maateen laaka qoftan qof yacnii nolol geeri u dhexayso waaye yani xaaladii ku nooshaa wallaa qof muslim qof Soomaaliyeed qof yani daawan kara ma laha yani saa ugu qeyroonaysaan marka Soomaali weyn reer London waxaad iga codsanayaa waad yaqaanaa inaa isha gadi safka hore kaga jirtaan yani sadaqada reer London waxaa samaysaan gabadhaas wax alla waxaa u qaban kartaan akoona u sameynaynaa akoonkaasna ii sheegadi halkan aan ka arki doontaan yacni cid walba reer walba inuu ii sheegadi familiyada qoysaska reerood iyo caruurood dhibka haysta waa la socdaa 20 sano ku noola London inuu caruurtooda Ilaahay ugu badbaadiyaa dhalinyaradana
سفعنا الله صعدا دل يرى آدو فعن وصدق بحثته واي صدق آدو جعل مساجد الله لصايا عيال القضاء وهو الب سفكوري كجيران وأجاي هذانا إنا سيل بالابتان قبضنا فرتون إبراهيم آذن إلى بضد عرور محمد محمود آذن وسديد جرة ككلنا لحجر وإلى بضد بويق للان يعني رفات كي كجرتوا إذا باتذا كجرتوا والله يعني قف سومالي أو أدو القاضن كرام مرها سومالي هل إزقرب إستاقة إنت السنة إزقرب تاقنين وحا كسو بدبادني با أو إلهي نقو بدبادية با يعني هيلة دا أسكو هيليني نواي مركا فميل كان حيوك هالله قصو هيليا وانو كما هتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Huh?